بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في بلاط صاحبة الجلالة، وأما المنشطات التي أتتنا بها الصحف المصرية لهذا اليوم. بمزيد من التحليل معنا في استوديو هذا الصباح الأستاذ مصطفى نور الدين الكاتب الصحفي بجريدة الأحرار. أستاذ مصطفى صباح الخير. بداية نطلع أهم العناوين معنا النهاردة، بداية من الأهرام. الأهرام بينعي طبعا الأمة في الأستاذ هيكل. مصر تودع فقيد الصحافة المصرية والعالمية إلى دار العودة. أهم ما توقفت عنده في حياة الأستاذ، وخاصة أن محطات حياتي حافلة بالعديد من المواقف، بداية من علاقته بالأنظمة السابقة جمال عبد الناصر والسادات، وحتى تحليلاته السياسية للواقع الحالي. حياة الأستاذ هيكل طبعا علامة من علامات الصحافة المصرية، وهو أستاذ الأجيال بدون شك. الأستاذ هيكل بدأ حياته في بلاط صاحبة الجلالة في الأربعينات، وبعد أقل من 5 سنوات شغل منصب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة. تمام. وكان في منافسة بينه وبين الأستاذ الكبير الراحل الأستاذ مصطفى أمين. والحقيقة أن الأستاذ هيكل أنا أستطيع أن أقول بدون شك أنه هو التلميذ الذي تفوق على أستاذه. والأستاذ هيكل هو الذي أدخل التحقيق في الصحافة المصرية، وله تلاميذ ومريدين في هذه المدرسة، أنا منهم، وبعتبر نفسي أن أنا تلميذ في بلاط الأستاذ هيكل، لأنه التحقيق الصحفي كان قبل الأستاذ هيكل مش موجود في الصحافة المصرية. كانت الصحافة المصرية بتعتمد على المقال والخبر. طيب، والتحليل. الصحفيين لأسس اللي وضعها بعد رئاسته لمؤسسة الأهرام، نقدر نقول إن إحنا أو الصحفيين المصريين في هذه الأثناء تعلموا منها إيه؟ أنا عايز أقول بس واقعة بسيطة قبل ما نخش كمان في مؤسسة الأهرام. إن الأستاذ هيكل في سنة 55 قبل ما يرأس تحرير الأهرام كان مع الرئيس عبد الناصر في مؤتمر بندونج في تأسيس منظمة عدم الانحياز. تمام. وفوجئ بأنه يعني مجموعة كبيرة من الصحفيين اللي موجودين، منهم الأستاذ مصطفى أمين والأستاذ أحمد أبو الفتح وفطاحل الصحفيين المصريين، راحوا يشتكوا للرئيس عبد الناصر انهم ما بياخدوش اخبار زيهم زي هيكل. فالرئيس ضحك ضحكه طويله قوي وقال لهم انتم متصورين ان هيكل بيجي قابلنا عشان ياخد مني اخبار؟ ده هيكل بيجي يجيب لي اخبار الوفود الثانيه وبيديني معلومات. طيب، علاقه هيكل او الاستاذ محمد حسنين هيكل بالانظمه، هل كان السبب او من صانع القرار بشكل عام، هل كان السبب في تعميق تحليلاته السياسيه، او انه اخذ فرصه مختلفة حتى عن جيله من الصحفيين؟ هو نستطيع أن نقول أن الأستاذ هيكل كان مدرسة، وطبعا هو أثبت جدارته بدون شك، بدليل أنه الأستاذ هيكل لما رأى تحرير الأهرام كانت الأهرام في أزمة وكان التوزيع منخفض جدا، استطاع أن يرفع التوزيع 5 أضعاف خلال أقل من 2 عامين، وخلى الأهرام تبقى في كل بيت مصري، وحول يوم الجمعة اللي هو يوم أجازة ويوم راحة بالنسبة للناس إلى يوم قراءة، عشان ما قال الأستاذ هيكل بصراحة. تمام. الحقيقة أن الأستاذ هيكل كمان لم يكن كما حاول البعض أن يصور أنه جزء من النظام. هيكل كان مستقل القرار، وهيكل كان ندا لاي مسؤول مهما. طيب، كانت قامت. يعني نختتم هذا العنوان، ولكن عايزه اعرف من حضرتك بدايه فكره هيكل لما كان ماسك جريده الاهرام، مؤسسه الاهرام، السادات نحاه عن هذه المؤسسه وفضل انه يكتب يكمل في كتاباته، ورفض منصب مستشار لرئيس الجمهوريه. حضرتك شايف انه ازاي ده، او ده ممكن انه يتحقق في الواقع الفعلي دلوقتي، ام السعي وراء المناصب اصبح الهدف بدون فكرة تحقيق الشخصية أو تحقيق الذات من خلال أنا مين وبعمل إيه؟ هو ده اللي أنا كنت لسه هتكلم فيه، أنه الأستاذ هيكل لم يكن يعتمد على المنصب، بدليل أنه عندما خرج من الأهرام عام 74 تعاقد مع مؤسسة نشر إنجليزية، وكان أول كتبه عام 75، وحصل من مؤسسة النشر الإنجليزية على 100,000 جنيه استرليني مقابل حقوق طبع وتوزيع هذا الكتاب. ده أكبر دليل على أن الأستاذ هيكل لم يكن يعتمد على منصب، ولم يكن ينتظر راتبا أو كرسيا ليجلس عليه،
بل كان هو الذي يصنع الأحداث. يعني أنا كمان عايز أقول أنه في واقعة شهيرة عايز أذكرها هنا، أن الأستاذ هيكل بداية من بداية الستينات كان بيتقاضى راتب يماثل راتب الوزير، وهو حوالي 5000 جنيه سنويا. وفوجئ في الأهرام عام 65 بأن المدير المالي بيقول له ده احنا في كارثة. قال له ليه؟ قال له لأن انت بتصرف راتب وزير والمفروض ان انت ترجع لنا على الأقل 140 جنيه عن كل سنة من سنة 61 لحد النهاردة. هو الحديث عن الأستاذ لا ينتهي، ولكن طبعا عشان وقتنا. فالحقيقة الأستاذ ثاني يوم كان مرجع الشيك للأهرام. طيب احنا كمان معانا من الاخبار، طبعا العالم بينعي طبعا بطرس غالي عميد الدبلوماسيه الدوليه، وبابا تودروس بيترأس القداس اليوم بالكنيسه البطرسيه. عايز اعرف من حضرتك فكره انه كان بطرس غالي مختص اكتر بالشؤون الخارجيه، ازاي ان احنا نقدر نتعلم من هذه الدروس في هذه الاثناء، وخاصه ونحن نصيغ علاقه مصر بالخارج مره اخرى بعد التوترات التي حدثت في المرحله الاخيره؟ هو الدكتور بطرس غالي له مميزات عديده. اولا في ناس كتير ما تعرفش ان الدكتور بطرس غالي كان مفكرا قبل ان يكون دبلوماسيا، ورأس لفتره طويله تحرير مجله السياسه الدوليه وهي احد اصدارات الاهرام. ولذلك مصر اليوم حتى بتقول انه غالي وهيكل جمعتهما الاهرام والخارجيه ولم يفرقهما الموت، لانه طبعا الاستاذ هيكل برضه شغل منصب وزير الخارجيه لمده اسبوعين خلفا للمرحوم الدبلوماسي الكبير محمود رياض. الحقيقه ان الاستاذ الدكتور بطرس غالي كمان كان عميد الدبلوماسيه الافريقيه، يعني انا اعتقد انه ما فيش كدبلوماسي في مصر استطاع أن ينفذ إلى القارة السمراء كما نفذ إليها الدكتور بطرس غالي، وكانت له علاقات مميزة برؤساء الدول وليس وزراء الخارجية فقط. وكان هو حمل على كتفيه عبء العلاقات المصرية الإفريقية لسنوات طويلة قبل أن ينتقل إلى العالمية بحصوله على منصب الامين العام للامم المتحده. تمام، هو اسمه ايضا مرتبط باجنده السلام اللي قام بتقريرها لاقامه نظام عالمي جديد عام 22. عايز اعرف من حضرتك الدروس اللي ممكن نستفيدها في اقرار السلام، حفظ السلام والامن الدوليين اللي دايما بننادي بيه من خلال الامم المتحده، وازاي ان يكون في دور فعال للامم المتحده بناء على ما وضعه بطرس غالي. هو الدكتور بطرس غالي كان يعني شارك في مباحثات كتير من اجل السلام في العالم، زي مباحثات السلام في البوسنة والهرسك بعد الحرب التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين في البوسنة من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا. وكان له جولات من محاولات خلق السلام وبث السلام في أفريقيا في الحروب الأهلية بين المعارضة والأنظمة الحاكمة. والحقيقة أن الدكتور بطرس غالي يعتبر مدرسة في دبلوماسية السلام. تمام، طيب بننتقل لعنوان آخر في المصري اليوم. السيسي للإعلاميين الكويتيين بعد القائم بهم، الجيش المصري لكل العرب، مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج حالة تعرضهم لتهديد مباشر. حضرتك شايف إزاي أو يعني فكرة التوحد العربي أو الوحدة العربية في الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل اختلاف المواقف من القضايا الشرق الأوسطية المختلفة؟ الحقيقة ان انا شايف انه ان الرئيس السيسي طبعا بيعبر عن موقف ثابت لمصر، لانه مصر اكدت اكتر من مرة انه امن الخليج خط احمر، وانه اي اقتراب من السعودية او البحرين او الامارات او الكويت او اي دولة عربية في الخليج معناه ان مصر لن تسكت وستتدخل فورا وستوقف أي عدوان تجاه أي دولة عربية في الخليج. لكن الحقيقة كمان أنه أنا ملاحظ أنه بقى في الدبلوماسية العربية في لغة راقية، لأنه رغم اختلاف بعض المواقف زي ما حضرتك قلتي بين مصر والسعودية في التوجهات السياسية زي الموقف من سوريا وبعض القضايا الإقليمية الأخرى، صحيح، إلا أنه هذا لم يفسد للود قضية. فالعلاقات المصرية السعودية في أوج ازدهارها وفي أوج توهجها
رغم هذه الاختلافات في الرؤى والأفكار. طيب مصر شاركت في تحرير الكويت عام 91، هل تعتقد انه ظروف 91 و2016 ظروف مختلفة، هل ان احنا نقدر فعلا نتدخل بشكل ما في مساندة دولة الكويت او غيرها من الدول في هذه الاثناء في هذه المرحلة؟ هو حرب تحرير الكويت مختلفة كليا عن الوضع الدولي والوضع الاقليمي حاليا. حرب تحرير الكويت طبعا خاضها تحالف دولي اتكون تقريبا من اكثر من 34 دولة، كان على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية، ومصر شاركت في هذه الحرب بفرقتين، هي الفرقة الاولى مشاة والفرقة الرابعة المدرعة، ودول كانوا نواة او رأس الحرب الرئيسي في حرب تحرير الكويت، وهم اللي دخلوا فعلا وشاركوا في البداية. لكن الوضع الاقليمي دلوقتي طبعا احنا في وقت حرب تحرير الكويت كانت سوريا في وضعها الطبيعي وجيشها شارك في حرب تحرير الكويت زي الجيش المصري بالظبط، صحيح. كان الوضع الاقليمي مستقر عن الان. الان نحن نواجه حرب اهليه في اليمن، ونواجه حرب اهليه في ليبيا، ونواجه حرب تفتيت في سوريا. طب هل ده ممكن يتحقق من الفكره اللي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مره، القوى العربيه المشتركه؟ هل من الممكن ان تكون هي الاليه او الاداه حتى الحفاظ او حمايه اي دوله عربيه ايا كانت؟ هي القوى العربيه المشتركه هي بديل طبيعي للوضع العربي المهترئ، لانه احنا اصبحنا الان في حاجه ماسه الى تكوين قوه عربيه يكون لديها القدرة والفعالية على التدخل في المواقف الإقليمية المأساوية اللي احنا بنواجهها. يعني الوضع في العراق مأساوي بكل المقاييس، صحيح. العراق تواجه الآن حرب ضد داعش، حرب ضروس، وهناك معلومات تقول انه يعني امام العراق مش اقل من سنتين حتى تتخلص من تنظيم داعش. طيب على الجانب الاقتصادي، الكويت ساندتنا في العديد من المواقف الصعبة الحقيقة حتى الفترة السابقة أو مؤخرا، حضرتك شايف أنه فكرة الاستثمار الكويتي في مصر أو انعاش الاقتصاد المصري في هذه الأثناء، إزاي الكويت تقدر تساعدنا في هذه المرحلة؟ الحقيقة أنا شايف أنه المساعدات العربية طبعا ساهمت بدون شك، مساعدات السعودية والإمارات والكويت في تجاوز السنوات الأربعة الماضية اللي احنا واجهنا فيها أزمة خطيرة بسبب نقص الاستثمارات أو توقف الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، ودي شكلت أزمة كبيرة جدا، لأنه احنا مثلا في 2010 كان عندنا أكثر من 10 مليار دولار مصر محققهم بس من السياحة، كان عندنا تحويلات المصريين في الخارج قد تجاوزت ال 16 مليار دولار. ده تقريبا انخفاض كبير جدا، ولم ياتي منه اكثر من 20% من المتوقع في الاربع سنوات اللي فاتوا دول. الحقيقه انه الدول العربيه وقفت الى جانب مصر وساعدت بشكل كبير في تجاوز هذه الازمه، لكن انا عندي وجهه نظر انه مصر لن تعتمد الى الابد على مساعدات الاشقاء العرب، واننا يجب ان نتبع سياسات اقتصاديه جديده انتاجيه. هذه السياسات يكون من شانها خفض عجز الموازنه وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج والاعتماد على الانتاج الذاتي. وقدامنا تجارب كثير جدا في العالم نجحت نجاح باهر حينما اغلقت بعض الدول ابوابها على نفسها، زي صحيح. الصين وماليزيا. وزي ماليزيا، صحيح. وزي كوريا الجنوبية، صحيح. وأصبحوا الآن قوة اقتصادية عملاقة. طيب عندنا من الأهرام دعوة الرئيس لحضور القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا، والمبعوث الإندونيسي بيشيد بالدور الريادي لمصر ودعمها للقضية الفلسطينية. طيب رئاسة مصر للتعاون الإسلامي، وعايز أعرف من حضرتك الدور اللي ممكن نقوم به خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ظل أو هذه الاجتماعات أو هذه القمة الاستثنائية، في تصحيح دور الإسلام ومحاربة الإرهاب، لأن دي القضية الأخطر
والقضية الفكرية الأهم اللي من خلالها بيتم اتباع عنف وإرهاب باسم الدين الإسلامي. هو الحقيقة أنه منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها بتلعب دور مهم في توضيح صورة الإسلام أمام العالم وإظهار روح الود والإخاء والسلام التي يتبناها الدين الإسلامي. ومنظمة التعاون الإسلامي بتضم دول مؤثرة، لا ننسى أنه باكستان وهي دولة نووية هي إحدى أعضاء إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما أنها تضم أندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية حيث أن عدد سكانها تجاوز تقريبا 250,000 نسمة. المنظمة مطلوب منها الفترة القادمة أن تلعب دور أكبر في أوروبا وأمريكا بمحاولة التركيز على المراكز الإسلامية وإظهار روح الإسلام الحقيقية وهي روح الود والإخاء والسلام. طيب إحنا عندنا الحقيقة مشكلة أو أزمة اقتصادية بتطرح خلال هذه المرحلة من خلال وجهات نظر كثيرة، أزمة الدولار والسوق أو الاقتصاد في مصر. خلينا نتابع بشيء من التحليل. معنا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. دكتور هشام صباح الخير. طبعا الخير، تحياتي لحضرتك والاستاذ مشاهير. كتير من التكهنات ووجهات النظر حول فكره او كلمه حتى تعويم الجنيه، تحريك سعر الجنيه الرسمي وغيرها. عايز اعرف من حضرتك صحه هذه الاقاويل وما نقبل عليه في هذه المرحله او المرحله القادمه في اقتصاد مصر. بدايه على المستوى الرسمي ليس هناك لا قرار ولا تلميح به تعويم الجنيه، بل على العكس تماما. البنك المركزي نفى بالامس نفي قاطع اتجاهه لتعويم الجنيه، لكن الحقيقه خلينا نتفق على نقطه اساسيه انه الجنيه مطروح الى حد ما مش مطروح بشكل كامل، وبالمناسبه في كل دول العالم العمله لا تطرق الا من خلال تحركات بما يحقق اهداف كل دوله اقتصاديه. وبالتالي مساله تعويم العمله او تخفيض قيمه الجنيه لا يتحقق الا اذا كان هناك اهداف تستدعي ذلك. والحقيقه خلينا نشير الى انه قيمه الجنيه انخفضت امام الدولار خلال عام 2015 لعده مرات. يعني وصولا من مستوى ال 7.18 الى 7.83. طب هو امبارح دكتور هشام وصل في السوق السوداء ل 9.9 وبعد كده رجع تاني ل 7 او ل 8 حاجه 83 على ما اعتقد. ليس هناك سعر متفق عليه في السوق والامر بيترك ل ما بين شركه واخرى، شركات الاستضافه واخرى، اللي هي مؤكد انها بتحدث عمليات مضاربه ومن مصلحتها انه الدولار يقفز الى ليس فقط 9 لكن 10 و11، لان كل ده بيحقق مزيد من الارباح بالنسبه لي. لكن فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ليس هناك جديد يستدعي رفع قيمه الدولار امام الجنيه لهذا المستوى بعد قرار البنك المركزي بسحب رخص عدد من شركات الصرافه. الدولار حدق كثيرا في شركات الصرافه، ما زال الدولار بيتم توفيره من القنوات الرسميه بالسعر الرسمي ال 7.83، وبالتالي ليس هناك ما يبدد اي موجه من ارتفاع الاسعار، لانه الحقيقه ما زال الجزء الاكبر من السلع بيتم استيرادها وتمويلها وتبديل النقد الاجنبي من خلال الجهاز المصرفي بالسعر ده. طيب في بعض اراء من الاقتصاديين بيقولوا ان تحريك الجنيه الرسمي هيساعد على محاربه السوق السوداء، وفي راي اخر بيقولوا ان ده هيزود اسعار السلع. حضرتك شايف ايه وجهتين النظر؟ كما اشرنا انه رفع الدولار امام الجنيه حدث خلال عام 2015 لعده مرات. الاحداث من تخفيض قيمه العمله قد يكون زياده الصادرات. لم يحدث زياده في الصادرات بل على العكس الصادرات انخفضت. الزياده في قيمه العمله الاجنبيه من المفترض ان تؤدي الى تقليل حجم الواردات. العكس هو اللي حدث انه الواردات زادت. ما حدث من تخفيض قيمه الجنيه هو ارتفاع الاسعار على المواطنين. وبالتالي مش محتاجين في الوقت الحالي في ظل ارتفاع معدلات التضخم ان نستمر في هذا التراكم، لانه اتصور المواطن لن يحتمل كثيرا موجه اخرى من ارتفاعات الاسعار في ظل انه عدد من المضاربين ما زالوا يحققوا مزيد من الارباح، ومن مصلحتهم ان يرفعوا سعر الدولار امام الجنيه عده قفزات اخرى. فالحقيقه ليس هناك ما يبدل في الوقت الحالي ان يتجه البنك المركزي لتخفيض قيمه الجنيه، بل على العكس هو يوفر القدر الاكبر من تمويلات السلع الاساسيه بالسعر الرسمي. تم توفير ما يقرب من 13 مليار دولار
خلال الاشهر الثلاثه الماضيه لتدبير عمليات الاستيراد من الفئه. تمام. في كل الاحوال تمام يا دكتور هشام، ولكن بس لضيق الوقت، في كل الاحوال لم يصدر اي قرارات رسميه بهذا الشان. انا بشكرك دكتور هشام ابراهيم. ما صدر هو النفي، ما صدر هو النفي. اشكرك. لن يكون هناك تعاون خلال الفتره الحاليه. اشكرك دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهره، شكرا لك. طيب استاذ مصطفى، معنا كمان من الاخبار خبر او عنوان اقتصادي، الحكومه بتقول ان القرارات الاقتصاديه لن تمس محدودي الدخل والملامح النهائيه لقانون التامينات الموحد، زياده المعاشات، الغاء التمييز بين الاجرين الاساسي والمتغير وتوحيد الاشتراك. حضرتك شايف انه الشكل الاقتصادي ايه، او القرارات الاقتصاديه المتخذه حاليا على الساحه المصريه، وكمان مجلس النواب ودعمه للعديد من القوانين الخاصه بالاقتصاد المصري وتاثيرها على الاستثمارات فيما بعد؟ الحقيقه انا مش متفائل قوي بالقرارات اللي بيتكلم عنها الحكومه، وللاسف الشديد ده مش نتيجه يعني تفاؤل مني او تشاؤم، وانما الحقيقه انا كمان كنت بسمع من يومين الدكتور سمير غطاس عضو البرلمان ورئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه، وهو الحقيقه قال انه مش متوقع اجراءات اقتصاديه من الحكومه خلال الفتره اللي جايه من شانها ان هي تحل الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها. الحقيقه انه الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنواجهها محتاجه اجراءات زي اللي بيتكلم عليها النهارده محافظ البنك المركزي في جريده المصري اليوم، وهو بيقول دخل المواطن لم يستوعب الا الاولويات ونتجه لاستيراد الاساسيات فقط. نستغني عن واردات، نقدر نستغني عن واردات ب 20 مليار دولار. ده هو صحيح؟ ده الكلام، هو ده الكلام الحقيقي اللي احنا يجب ان احنا نتجه اليه، ان احنا لازم نعمل اجراءين اقتصاديين بصوره عاجله جدا. اول حاجه لازم نواجه عجز الموازنه باسرع ما يمكن ونخفضه الى ادنى مستوى ممكن، لانه ده من شانه ان هو يقلل التضخم، وبالتالي يشعر المواطن محدود الدخل بانه فعلا الفلوس اللي بتوصل له هتقدر تجيب له مشتريات اكتر. طيب لكن هل يعني موقف الموردين نفسهم ايه؟ يعني هو بيطالب انه يبقى في استيراد للسلع الاساسيه فقط ليس ترفيهيه، في ناس معتمده على ده في شغلها او في حياتها. هو المفروض ان البنك المركزي هيتجه الفتره اللي جايه لتوفير الدولار للاستيرادات اللي هي المهمه والضروريه بس، انما انا عايز استورد سلع يعني ما مش ضرورية وممكن الاستغناء عنها، يبقى على طول بقى أنا أبحث عن وسيلة أوفر بها الدولار خارج القطاع الحكومي أو القطاع الرسمي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى نور الدين، وأنت الكاتب الصحفي بجريدة الأحرار، وبشكركم مشاهدينا الكرام. وفاصل قصير وبعده أهم أخبار الرياضة.